السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مريم حمد منصور الريامي من سلطنة عمان، مصابة بالذئبة الحمراء منذ عام 2015. السلبيات في المرض الذي كان يظهر معي اللي هو نبضات القلب سريعة، تشنج في الكف يدي أعصاب، وأيضا إفراز البروتين في الله يعزكم في البول. عام 2017 بفضل من الله سبحانه وتعالى استعلمت بالشركة المكملات الغذائية، لم أتردد بهذا. لديهم برامج لإعادة تشغيل الصحة الإيضية، فلم أتردد بذلك، فدخلت في هذا النظام لمدة شهرين، وبفضل من الله سبحانه وتعالى واجتهاد بنفسي في شيء جديد في حياتي. في السابق لم أكن منتظم في الأكل ولا كنت منتظم في الرياضة، والحمد لله رب العالمين في عام بعد الشهرين من انتهاء البرامج اللي هو إعادة التشغيل، الحمد لله في 22 فبراير 2018 كان عندي لدي فحوصات، ففحوصاتي أصبحت إيجابية من ناحية نبضات القلب ومن ناحية المفاصل إيجابية ومن ناحية الإفراز البروتين الله يعزكم في البول توقف تماما. فأصبحت الآن أمارس رياضة بشكل يومي من الله سبحانه وتعالى، مع دمج التغذية مع المكملات الغذائية بإعطائي نتائج إيجابية، وبفضل من الله سبحانه وتعالى وصبر بالمرض تم توقيف الأدوية. في ختام كلامي أود أن أقول لا تحزنوا، وإن لكل داء دواء.